يا ولدي تاريخ عمرنا يموت، قضيتنا عمرها لا تفنى. قضيتنا لن تفنى ومسرحية بعنوان لن نصمت ونشاطات ومتاحف وجدارية مختلفة تتزين بالعلمين الفلسطيني والجزائري عبر عنها أبناء قطاع التربية تخليدا لذكرى 17 أكتوبر وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته. في الحديث عن هذه المناسبة إنما أتشبه بقول المتنفي على قدر أهل العزم في العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. المسرحية اليوم تخلد ذكرى 14 أكتوبر 1962 تقليدا لملحمة نهر السين بفرنسا. قمت بلعب دور موريس بابون، وهذه المسرحية نوديها خاصة إلى الشعب الفلسطيني ونقول له نحن معكم وتحية الجزائر، تحية فلسطين. تحية هورا جماعة هورا. مثل دور مسعود في المسرحية الذي وصل أمانة، وهذه إهداء هذه المسرحية للشعب الفلسطيني الذي لم يصمت ولن نصمت معه. التمثيل، أنا التلميذة التي قمت بتمثيل دور الأستاذة في مسرحية لن نصمت، ونهدي هذه المسرحية للشعب الفلسطيني ونقول لهم لن تصمتوا ولن نصمت معكم. تحيا الجزائر وتحيا فلسطين. لن نصمت هي عنوان مسرحية لتلاميذ غرست فيهم روح الوطنية والدفاع عن رموزها ومساندة القضية الفلسطينية وإعلاء صوتها. فلتتغير الأجيال ولكن لن تتغير قضيتنا. شدوا بعضكم يا الفلسطين، شدوا بعضكم.